هلا والله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع زلها بطوع في مقطع اليوم راح نشوف الاسرار والايستر ايجز الجديده والخاصه بقصه جي تي اي في لكن في تحديث جي تي اونلاين الاخير طبعا هنالك العديد من الاسرار الحلوه والمضحكه جدا واللي لازم تعرفونها لذلك خلينا نخش سويا في المقطع اولا عندنا تشاب زي ما تعرفون بما انه محور التحديث الجديد حول فرانكلين ولامار دكتور ديري وغيرهم، من الطبيعي جدا انه يكون تشاب موجود، بل انك تحصله في عده اماكن مختلفة، احيانا يتجول في الوكالة، احيانا تحصله في السرير حقه، احيانا تحصله يلعب مع فرانكلين وغيره من الفعاليات الاخرى، لكن احلى وحدة صراحة هو انه احيانا تحصله نايم جنبك في السرير لما ترسبن في الاجنسي زي ما تلاحظون وزي ما هو ظاهر لكم الان، فشي جميل جدا انه يسوي فعاليات زي كذا حول المكان، لانه تشاب واحد من افضل الشخصيات أو الاشياء الموجوده في طور القصه قصه جي تي في فشي جميل اننا نشوفه في جي تي اون لاين و حركات جديده ايضا ثانيا فرانكلين يا اخوان صار متزوج نعم فرانكلين حبيبة الكل اللي كلنا حبيناه تزوج طيب صالح تزوج مين يا اخوان على حسب ما بحثت عنه تزوج تينيشا صديقته نعم تينيشا من قصة جي تي في نعم كان بينهم مشاكل وتركها ومن هذا الكلام لكن يبدو انه طوال السنين هذه حلوا مشاكلهم وتزوجوا بل انه مو فقط تزوجوا كذلك صار عندهم عيال يب فرانكلين عيال وصار عنده فرانكلينات صغار وكذلك يا اخوان بيت فرانكلين اللي في الفاين وود هيلز تغير كثير 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 فرانكلين صار عنده سياره جديده لهبيه ناريه جدا وهي قريبه من اللامبرجيني زي ما تشوفون وكذلك في الخارج ممكن تحصل سياره اخرى واللي هي سياره تنيشا زي ما تلاحظون لانه لوحتها قاعده تقول تنيشا فمن الطبيعي جدا انها تكون هذه فعلا سيارتها وهذا يؤكد لنا يا اخوان انهم فعلا تزوجوا وانهم فعلا كونوا عائله وايضا خارج المنزل تقدر تشوف علامه البيت الرئيسيه باسمهم وهو الكلينتنز زي ما هو ظاهر لكم الان طبعا داخل البيت هنالك العديد من الاشياء اللي تؤكد انه فرانكلين عنده عيال فعلا حقيقه زي الزحليقه والالعاب والنطنيطه وغيرها من الاشياء هذه زي ما هو ظاهر لكم الان فنعم يا اخوان صديقنا الصدوق فرانكلين تزوج وصار عنده عائله

تلميح وإشارة واضحة جدا لمايكل دوسانتا وزوجته أماندا والأمور اللي صارت بينهم في قصة جي في، بل إنه كذلك وعاد هذه أوضح جدا 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 في أحد المهمات كان لابد عليك إنك تمر من استديو من ريتشارد وأثناء العبور فرانكلين راح يقول Man, shit. I know one of the هذا يؤكد لنا انه مايكل دي سانتا لا زال حي في 2021 والان اصبح مخرج افلام يعني مرموق فلا تستغربون جدا يا اخوان انه ممكن فعلا حقيقة في جي تي اي لاين مستقبلا ينزل لنا تحديث خاص بمايكل دي سانتا وقصته كمخرج افلام ومن هذا الكلام وصراحة اتمنى هذا الامر يصير انه فعلا نبغى نعرف ايش صار لمايكل دي سانتا بعد قصة جي تي اي في رابعا فرانكلين لا زال محتفظ ب بجائزة موظف الشهر اللي اعطاه اياه سيميون في المهمات الاوليه من جي تي اي في زي ما هو ظاهر لكم الان وصراحه الامر جدا جدا, جدا جميل ويوضح لك قد ايش فرانكلين يعني تطور وكيف كان وكيف صار خامسا وهذا السر جدا جدا اسطوري ولازم تعرفونه. طبعا في حال انك قعدت في الوكاله فتره وجيزه راح تسمع فرانكلين او السكرتير يتكلمون معك حول بعض الامور اللي صارت. طبعا الحوار الثالث يا اخوان تراه يتكلم عن شخصيه كلنا كلنا نعرفها ولعبنا بها وحبيناها. لو تعرفتوا عليها اكتبوا لنا اسمها في خانه التعليقات وخذوا تلميح بسيط ترى اسمها يبدا بحرف التي تمام؟ تمام خلينا نخش سويا hey do you know some crazy ass russian dude some guy got passed through my office talking about some caviars and submarines and shit said he knew you some about want to take another trip to the caribbean hey look so i was just on the phone with an old friend of mine and he told me you and him robbed a diamond casino shit that was fly as hell homie this crazy dude swung by earlier dressed like a hobo سادسا ما بين فترة وفترة من الممكن انك تحصل دباب فرانكلين الأخضر في كراج الوكالة كنوع من الايستر ايك زي ما هو ظاهر لكم الآن وزي ما تشوفون خذوا ايستر ايه كذا على الطائر وايضا في الوكالة في احد كمبيوترات السكرتارية تقدر تشوف صورة مألوفة جدا وكلنا نعرفها نعم حاطين خلفية البي سي صورة مأخوذة من ريد ريديمشن 2 زي ما هو ظاهر لكم الان وصراحة الصورة فخمة جدا واختيارهم لها رهيب اسطوري سابعا كلنا نعرف قد ايش فرانكلين تطور كيف وين كان وكيف كانت بدايته متواضعة جدا وشوفوا فرانكلين كيف اصبح الان يملك احد اكبر الوكالات اللي تقديم الحلول في معظم المشاكل وحرفيا ناجح بشكل كبير جدا وقاعد يطلع ذهب عموما في 2013 فرانكلين كان معلق صورة في غرفته تقول انت مدين للوس سانتوس لكن في 2021 وبعد النجاحات الضخمة والتضحيات الكبيرة اللي قدمها فرانكلين للوس سانتوس قام بتغليف صورة اخرى في مكتبه تقول لوس سانتوس مدينة لك لمسة جميلة جدا من روكستار جيمز وتبين لك كيف تطور تطور فرانكلين كلينتون وكيف أصبح من نجاحات كبيرة جدا ثامنا وأخيرا فرانكلين يا أخوان تم جلده وتدميره مرة أخرى من قبل لامار لكن هذه المرة نسخة 2021 ونسخة الأبوة <تصفيق> <تصفيق> Aw, oh, nigga, don't hate me because your kids love me more than they love you. Maybe if you quit being so uptight and let Uncle Lamar give them some game, you'll have some harmony in your household. Nah, I just wanted to get in the hot tub, but now, I don't even want to get in an old funky ass cum bucket. Nigga, fuck around and get pink eye. Because you's a dirty ass itch. -E what? فرانكلين حتى هو ابو ماله مفر من لمار وذباته والروستس حقه حرفيا جلد لك فرانكلين جلد وخلى وجهه يصغر وزي ما لاحظتوا الكاتسين هذا مشابه جدا للكاتسين الشهير اللي انتشر عنهم واتوقع ان عن روكستار جيمز نظرا لنجاح الكاتسين وانتشاره الواسع جدا قرروا انهم يسووا لهم تحديث كامل وقرروا كذلك انهم يسوون بارتو من نفس الكاتسين الشهير وصراحه هذا الكاتسين افضل بكثير من الاول وتقريبا يا اخوان هذا هو مقطعنا اليوم وفي شفنا مجموعه من الاسرار والايستر ايجز الخاصه بقصه جي تي اي في والموجوده في تحديث جي تي اي اونلاين الاخير ذا كونتراكت شاركونا اراكم في خانه التعليقات ما بين الثمانيه اسرار اللي ذكرناها ايش اكثر واحد اعجبكم طيب كسرنا معكم نهايه المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوه سلام عليكم